لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الطريقه هي ايه؟ طيب لو تنزل مصطفى عز الدين يبقى هتلعب باثنين نص ملعب، لان احمد سعيد ده اوكا اتعود له خلفيه شد في الخلفيه. طيب خليني اقول لكم خبرين. الخبر الاول نادي بيراميدز بيعلن عن التعاقد مع رابع صفقه، لاعب بيقولوا جامد جدا اسمه جون سيفونس. ده مهاجم منتخب الاكوادور وهداف الدوري الاكوادوري، مسمينه الدبابه. وحش، انا شايف الصوره بتاعته هو الفيديو اللي قدامي. دبابه اسمه جون سيفونس. ده نادي البيراميدز النهارده من شويه اعلن عن ضم جون سيفونس مكان كارلوس ادواردو اللي راح بالميراس، بس ده بقى مهاجم صريح ويعني قوي جدا وشبه الدبابه فعلا. فكده نادي بيراميدز جاب عمرو مرعي المهاجم، وجاب جون سيفونس، وجاب حامد حمدان الفلسطيني، وجاب إريك تراوري. الأربعة مهاجمين مقص. لا بس إريك تراوري لا قصدي يعني مهاجم تحت الفراوده. لا بتكلم عامه اربع صفقات. بس كلهم في الجانب الهجومي وكده خلاص. لسه في مدافع وفي لعيب باك رايت. هو مش القرار الجديد بتاع اتحاد الكوره يبقى ال 25 ممكن تشيله تجيب 25؟ لسه يناير ما خلصش. لسه ما بدأناش يناير. الصفقات دي قبل يناير. انت عندك الخمسه ممكن تشيل الخمسه. عايز اقول لكم خبر تاني. بكره مستشار تركي الشيخ هيزور نادي الزمالك الساعه 4 العصر عشان يفتتح المبنى الجديد اللي اتعمل باسمه. كان المستشار مرتضى رئيس نادي الزمالك عمل مبنى الاجتماعي الجديد باسمه. فبكره مستشار تركي الشيخ هيزور نادي الزمالك الساعة 4 عشان يفتتح المبنى الاجتماعي. فهل في اثناء الزيارة هيبقى في صفقات للزمالك؟ بكره نستنى. انا بقول لكم الزمالك هياخد في صفقة بكره على الاقل هتعلن اثناء زيارة الشيخ تركي المستشار تركي الشيخ الى نادي الزمالك. فننتظر بكره الصفقه بقى. هو اكيد الراجل يعني مش هيخش ايده فاضيه. لا مش هيخش كده. صح، راح يفتتح المبنى وصفقه. عبد الله السعيد ولا ايه؟ عبد الله السعيد. ها؟ يا ريت. عبد الله السعيد. عبد الله السعيد ينفع مع الزمالك في الفتره دي في ظل التخمه دي بقى المشكله. تخمه اللعيبه والعدد الكبير. النهارده اوباما ماشي كويس قوي. محمد ابراهيم ماشي كويس قوي. عمر حفني في المكان ده. هي دي كهربا. الزمالك محتاج فرود زي الدبابه اللي موجوده دي. زي سيفونيس. هتجيب دبابه ثانيه منك. والله صح. ايوه صح. عايزين دبابه من دول فعلا. انما لا بس برضه عبد الله السعيد برضه لا انت محتاج فرود. بص هو عبد الله السعيد كصفقه صفقه معنويه. قويه دلوقتي. طبعا. بس ممكن تلاقي لك مشكله في اللعب، مين يلعب ومين يلعب، بس هي صفقه معنويه. لا ما انا شايف انت لازم تشتغل على الصفقات اللي انت محتاجها. انت محتاج فيرود بشكل كويس قوي. فيرود اكيد. وناحيه الشمال بقى لو انت هترضى بالمجموعه اللي موجوده ما فيش مشكله. لكن ما فيش شمال، ما فيش حد يفارق في الدوري المصري. لا ما فيش حد. لكن انت محتاج فيرود ومدافع وفيرود اجنبي ومدافع. لا ما اصل انت احتياجاتك للمدافع دي مش قويه قوي. ليه؟ لان عندك الونش محمود علاء، عندك محمد عبد الغني، عندك دخل معاهم محمد عبد السلامي، عندك يعني عندك اربعه يدوسوا. لكن الفراوده لا. بس انت فجاه لقيت نفسك. انا بقول لازم مدافع كمان. ايوه تقيل. مش فاهم انا بتكلم ايه. الضروري قوي فيروت. لكن انت محتاج مساك. بس ايه الضروريات؟ الضروري قوي فيروت. انك ما عندكش بديل. الاهلي بيحاول يجيب احمد صالح اللي هو لاعب احمد الصالح لاعب سوريا منتخب سوريا بيلعب في نادي العهد. دي فتره بس. والله بص يا كريم، انا يعني مع احترامي طبعا للاعيبه السوريين، بس مفيش حد قدر ان هو يقنعك في هو السومه. بس هو ده اللي مش مصر. مصر لا. هو في اتنين سوريين، عمر السومه وخربين. ماشي، حاجه ثانيه. انا بتكلم على اللي جم مصر. محدش يعني اقنعنا خالص بصراحه. هو اللي جه مصر كان مؤيد العجان. مؤيد العجان. وفي حد جه في شبلي. على شبلي صح. اللي كان في الاهلي والمصري ما لعبش لا هنا ولا هنا. انا بقول لك يعني ما اقنعوناش خالص. فانما طبعا الاثنين اللي الفراوده لا، انت بتتكلم على يعني ده كواليتي تاني. طيب ايه رايكم في صفقات بيراميدز؟ هي مش محتاجه راي. راي صحيح. الصفقات دي انا عايز رايي. ليه؟ الصفقات اللي بيجيها بيراميدز دي هو كان عنده مشكله في المهاجم الصريح في الدور الاول. راح جاب لك ثلاثه. كانش عنده غير ناصر مالك. طيب جاب ثلاثه مره. طيب ما هو ده اللي بيتكلم عليه. ما هو ده النقص اللي كان موجود. كده بيراميدز بقى يعني فريق يقدر ياخد الدوري مع الزمالك. انا بقول لك مع الصراحه منافس قوي جدا للاثنين. هيفرق بشكل كبير جدا الاربع ماتشات مع الاثنين.
المباريات المباشره مع الاثنين ده الزمالك وبيراميدز و... اه طبعا الزمالك والاهلي اربع ماتشات لان هو بصراحه انا شايف طول ما انت ما عندكش جمهور فالميزه عندك راحت انت فاهم يا كريم ما عندكش ثبات بملعب فمين زمان راح زمان كنا نقول لك ايه بيلعب على ملعبه وسط جمهوره انت النهارده لا عندك ملعبك ولا عندك وسط جمهورك فكل كل بس الجماهير لها مستويه جماهير لا في جماهير لا تيجي الاهلي والزمالك كريم كام 5000 ايوه معلش 10000 لا 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 هيكتر الفتره انت عايز تقنعني يبقى في مباراه ما بين الزمالك ماسك بص بص عشان تبقوا عارفين ان الدنيا بتبقى اول يوم 9 يناير لو الاتحاد الافريقي اعلن يوم 9 يناير ان مصر هتنظم بطوله امم افريقيا جماهير هتلاقي اتحاد الكوره مش بشكل كامل يعني هتلاقي اتحاد الكوره هيزود الاعداد ممكن اسالك سؤال ممكن النهارده 15 الاهلي لو لعب بيراميدز او الزمالك بيلعب بيراميدز والجمهور دخل مش هتلاقي 50 60 الف 70 الف طيب ده اللي بيقول لك على بقى هيضغط على الجمهور يضغط على الحكم يضغط على الناس كلها يضغطش على الفرقه الثانيه فالنهارده انت كلها شبه بعض طيب يبقى مؤثر ما ده اللي بتكلم عليه بقى انا دلوقتي 3000 4000 5000 لا مش مؤثر 10 لا مش مؤثر لا مش جمهور لكن لما يبقى ال 40 الف ولا ال 50 الف في المدرجات لا تضغط على اعصاب الفرقه الثانيه تحمس لعيبتك تضغط على الحكم كل دي مميزات موجوده في الفرقه مع الكابتن سامي عدم وجودهم لا كله لا الموضوع 50 50 ايوه بس في جمهور دلوقتي كام يعني انا بقول لك 3000 4000 3000 ما يوصل مش مؤثرين لا مش مؤثرين واستاد ايه بيترو سبورت اللي هو قد كده مش حاجه باينه النهارده يعني. الفكه بيبقى 40 50 الف الدنيا مقفوله الدنيا بتتقلب الدنيا مقفوله وبعدين عدم وجودهم بقى تتلاش وحكم شبه بعض بتضغط على الفرقه المنافسه فرقتك بقى عندها حماس بتحمس فرقتك يعني دلوقتي عايزكم بس تقولوا لي بيراميدز اصبح منافس قوي بالصفقات دي طبعا طبعا ومن قبلها على فكره من قبلها هو ند لكن بدول كمان لا بدول كمان لان خلي بالك احنا لما جينا يعني في مباريات كتيره بنحللها طبعا لبيراميدز ال11 او 12 لعيب كويسين بس ما عندوش دكه ما عندكش دكه انما دلوقتي بقى عندك ناس في الملعب وعندك دكه قويه فدي تفرق والميزه بقى الكبيره ان ما عندكش مشاكل بالظبط ما حدش عامل مشاكل معاك فلوسك واخدها وبزياده مكافاتك بزياده ما عندكش ازمات توتر مفيش ضغط عصبي من الجماهير عليك مفيش ضغط عصبي من اي حد هو الضغط العصبي بس من كابتن حسام هو الضغط العصبي اللي هو موجود غير كده مش عايز يكسب يعني هو دي طبيعته حسن عايز يكسب ان هو بيبقى حماس وروح وبتاع لكن ضغط عصبي تاني ما عندكش الفرقه لا جماهير ولا اعلام ولا ماديات ولا اي حاجه بالظبط فرقه مستقره في كل حاجه ما عندكش مشاكل فالطبيعي ان هي تلعب على النجاح بقى تشتغل على النجاح طيب يعني خلينا اخد بعض الرسائل كده من مستمعينا من خلال صفحتنا على الفيسبوك كوره اف ام وطبعا يعني النهارده بنتابع مع بعض مباراه دجله والداخليه والشوط الاول انتهى بالتعادل الايجابي 2-2 بكره المقاولين العرب هيستضيف ان شاء الله الاتحاد السكندري ويوم السبت عندنا سموحه ومصر المقصه في استاد اسكندريه وبيراميدز مع امبي مباراه قويه جدا بيراميدز طبعا هيواجه امبي في استاد الدفاع الجوي مواجهه بين حسام حسن وعلي ماهر في استاد الدفاع الجوي يوم الاحد عندنا حرس الحدود والانتاج الحربي وعندنا طلائع الجيش والنجوم طيب خلينا ناخد بعض الرسائل كده قبل ما يبدا الشوط الثاني نشوف رأي المستمعين وتوقعاتهم لماتش النهارده ولو حد عايز يبعت لنا سؤال للكابتن سامي الكابتن جمال حد عايز يسألني أي سؤال مستني رسائلكم على صفحتنا على الفيسبوك كورة اف ام نبدأ كده حاضر هنزاحلك بس النهارده مفيش زمالك هنحاول نزاحلك بس بعد الماتش أتوقع فوز نادي الداخلية 3-2 على وادي دجلة ده شرقي تامر حمدي بيقول فوز دجلة سلامة الليبي بيقول يا كيمو الاهلي محتاج اتنين مدافعين ولاعب ديفندر قوي ومش محتاج لعيبة في الهجوم وبيقول لي وادي دجلة هيكسب 3-2 كريم رمضان بيقول يا كيمو هو ميدو بيدرب مين في السعودية ميدو بيدرب نادي الوحدة السعودي وخسر النهاردة من الفيصلي 3-0 في الدوري بس طبعا لسه اول مباراة بالنسبة له كريم رمضان بعد اذنك بيقول يا كيمو بعد اذنك انا عايز اطلب طلب اوعى تسيب الراديو خالص بعد اذنك انا بحبك قوي لا ما اقدرش اسيب الراديو انا متواجد معاكم كل يوم يعني هو بس اليوم اللي بيبقى فيه ماتش النجوم ببقى في الملعب مع فريق نادي النجوم طيب مين هيكسب يا كابتن سامي انا قلت الداخليه وانا قلت دجله انتوا غيرتوا لا زي ما احنا طيب خلينا نروح ملعب المباراه في استاد بيترو سبورت نتابع احداث الشوط الثاني مع معلقنا الكابتن عصام عبد الجابر وزي ما قلنا الشوط الاول انتهى 2-2 بين دجله والداخليه مرة أخرى أحبائي الكرام أعزائي المستمعين في كل مكان أهلا ومرحبا بكم كل الشكر والتقدير للزميل الإعلامي المتألق الكابتن كريم حسن شحاتة وضيوف الكبار كابتن جمال حمزة وكابتن سامي الشيشيني من هنا من المدينة الرياضية من استاد بيتروسبورت يسعدني أن أكون بصحبتكم معلقكم الرياضي عصام عبد الجابر وأحداث الشوط الثاني من
لقاء الممتع، اللقاء الجميل، اللقاء المثير جدا جدا جدا. وكان ايه اربع اهداف، ويعني ثلاث اهداف منهم من ضربات ثابته، اثنين ده يعني هدفين من ضربتين ركنيتين، وهدف من ضرب من ضربه حره مباشره من فاول اللي احرزه ايمانويل. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.